مفيش قبور. ليه تستغرق خطبة ولا محاضرة في الحديث عن القبور، عن شرك القبور؟ ليه؟ ايه الداعي؟ قال علي رضوان الله عليه: حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يجي مثلا يتكلم شيخ على القبر، يجي شاب من شبابنا الصغارين يطلع يسأل أخ من إخواننا الأفاضل يقول له: معقول ممكن فيه ناس كده لازالوا موجودين يروح يسألوا الراجل الميت اللي في القبر ده من دون رب العالمين؟ طب إيش يعني القبر والناس؟ ممكن تنبه وتذكر بشرك القبور تذكرة عامة سريعة عابرة، لكن لا ينبغي أن تستغرق الوقت كله في موضوع لا علاقة لك لا علاقة لا وجود له في واقعك أنت أصلا كداعية. يبقى لابد يا إخوة من أن يتزود الداعية بهذه الثقافة وبهذا الذات. يقول أحسن الله إليكم: سمعت من بعضهم يقول: لماذا تستغرق محاضرة أو خطبة كاملة عن شرك القبور؟ وما الداعي إلى ذلك؟ ممكن أن تذكر به تذكرة عامة، لكن لا ينبغي أن تستغرق المحاضرة بموضوع لا علاقة لك به، فما رأيكم؟ هذا تضليل وكراهية لدعوة التوحيد وإنكار الشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم كم مكث في مكة يدعو إلى التوحيد؟ أليس مكث فيها 13 سنة يدعو إلى التوحيد قبل أن يؤمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج؟ فدعوة التوحيد استمر عليها ولا يستثقلها إلا منافق أو كافر، نسأل الله العافية. لا بد من الدعوة إلى التوحيد، لا بد من النهي عن الشرك في محاضرة، في خطبة جمعة، في كلمة، لا بد من هذا. هذا هو الأصل الذي دعت إليه الرسل: ما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، إلى آخر الحديث. لأنه لا فائدة من الصلاة ولا من جميع الأعمال مع وجود الشرك. الشرك يحبط الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فلا ينفع أي عمل مع الشرك. فلا بد من تركيز على العقيدة، بيان العقيدة الصحيحة وبيان ما يضادها من الشرك بالله عز وجل، لا بد من هذا. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.